نتكلم معانا دكتور حسام. يا دكتور حسام مره اخرى الف مليون مبروك حبيبي. يا كريم حبيبي اشكرك والف مبروك لكل الزملكاويه اللي تعبوا وشقيوا واجتهدوا واخلصوا وربنا اراد الحمد لله النهارده ان برضه حتى الماتش ما بقاش سهل كالعاده يعني وعشان ننتصر انتصار لا مذاق خاص الحمد لله. النهارده المباراه بكل تاكيد هي امام النادي الاهلي، مباراه في نهائي السوبر الافريقي، هي مباراه صعبه ورغم كده من الدقيقه الاولى لعيبه الزمالك متماسكه وكانت الافضل في الاستحواذ على الكره وقدرت في النهايه تفوز عن استحقاق. ازاي قدرتوا تجهزوا الفريق للحاله العظيمه اللي كان عليها النهارده؟ يعني خلينا نتكلم بعد كده بالتفصيل في اعداد الفريق وتجهيزه، لكن احنا النهارده عاوزين نبارك للناس. الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك. عاوزين نتكلم عن الحاله اللي احنا موجودين فيها النهارده، يمكن في السعوديه وفي الوطن العربي كله وفي نادي الزمالك في مصر هنا، ونيره هي كمان معانا. الله يبارك فيكم. بارك لها دكتور حسام بالنيابه عننا. كريم رمضان بيبارك لك. بتبارك. احنا بنقول ان النهارده النتيجه والاداء اللي اشتغلوا بيها لعيبه نادي الزمالك بيثبت ان الحمد لله الاعداد كان جيد، وبيثبت ان اللي جاي ان شاء الله لصالح نادي الزمالك، لان انا طبعا شهادتي مجروحه في كل الناس اللي بتشتغل، لكن ما فيش حد من الموجودين في المجلس يا استاذ كريم بيبخل باي حاجه خالص عشان ينجح وينجح النادي اللي مر بفترات صعبه جدا جدا جدا. احنا يمكن حتى في الاعداد اللي موجود حاليا الصفقات اللي نزلت يمكن النهارده بنتايج بدا اول المباراه، وفي نفس الوقت كان عليه اعتراضات كثيره قبل ما يلعب النهارده. النهارده فاجئنا بمستوى رائع جدا جدا جدا. بنقول للمتربصين سيبونا في حالنا نشتغل، بنقول لاعداء النجاح سيبونا يعني نعمل شيء ايجابي في نادي الزمالك، عشان احنا كده كده يعني دورتنا وهنمشي، هيجي غيرنا يكمل. كل احنا عايزينه انتصار لنادي الزمالك وانه يرجع لسابع عهده. النهارده فرقه نادي الزمالك الرجاله الابطال اللي اثبتوا ان اختياراتنا الحمد لله كانت سليمه، كلهم كانوا على قد المسؤوليه. جميز اللي بحييه النهارده كان على قد المسؤوليه، ببارك لهم كلهم، ببارك للجماهير اللي موجوده في كل مكان، ببارك لاعضاء الجمعيه العموميه، ببارك لفرقه الباسكت بول النهارده برضو الحمد لله كسبت والهاند بول كسب. يعني هو يوم تحت عنوان انتصار في نادي الزمالك كبير جدا جدا دكتور جدا. حسام دكتور حسام بعد اذنك، بعض الناس كانت تعطي الافضليه للنادي الاهلي قبل المباراه، الكلام ده كان بيضايقك بيزعلك؟ انا ضد الكلام ده، لانه مش بعض الناس، هو كل الناس شافت كده حقيقي الا احنا، يعني كل الناس شافت كده الافضليه للاهلي الا احنا. احنا كنا واثقين الحمد لله فان ربنا هيكرمنا، والحمد لله النهارده ربنا اراد بعد ما برضه الناس فقدت الامل في المباراه، ويمكن بعد البنالتي وبين اصوات لا لازم نمشي من الماتش ولازم ننسحب، واحنا طبعا رافضين اي اصوات طول الكلام ده. ربنا يقلل مجهودنا ويقلل مجهود ناصر اللي ينزل، عشان يعني عنده موعد مع الشبكه النهارده. ناصر ينزل بعد تغيير عشان يعيد الثقه في نفسه ويعيد الثقه لينا كلنا. بالمناسبه دكتور حسام، ناصر منسي كان واحد من الاسباب اللي انتوا انتقدتوا بسببها، انت ليه ما بعتش ناصر منسي؟ ما انا عايز اقول لك يا كريم ان احنا بننتقد باسباب يعني وهميه وغير وهميه بقالنا سنه الحمد لله. يعني انا يعني ان سمحت ليا عايز ابارك لكل اعضاء مجلس الاداره أكيد. الناس اللي تعبانه الموجودين معانا في السعوديه دلوقتي او اللي موجودين في مصر، ابارك لاعضاء الجمعيه العموميه اللي برضه حي صبروا كتير، ابارك للجماهير اللي النهارده عملت دخله رائعه جدا 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 صح. بحييها، عملت وحناجرنا لن تصمت ابدا، وده دايما صوت جماهير نادي الزمالك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. ألف مليون ألف مليون مبروك يا دكتور حسام. هسيبك تحتفل مع الجماهير ومع أعضاء مجلس الإدارة. أنا بشكرك شكرا جزيلا ودايما موفقين. مجلس إدارة محترم محترم.